دخل تاريخ البشتيين إلى الحقل الأكاديمي، وهذا هو المهم جدا في هذا البحث. راه إلا ما اهتميناش بالتاريخ المحلي ديالنا، راه ما تنتظرش من الآخر غادي يجي يديرو. وإلا ما دارتش الجامعة الدور ديالها، هذا هو الدور ديالنا حنا، نفتحوا الأبواب للناس. سيداتي سادتي، باسم شرفاء البشتيين، أشكر رئاسة جامعة بن طفيل، وأشكر عميد كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية على استقبالها لنا نحن حضارة البشتيين برحب هذه الجامعة. أشكر أنا وإن ساهمت في إنجاز هذا العمل وتنظيم هذا اللقاء، فإنني بدوري أتيت هنا لأستمع إلى أفكار وآراء الأساتذة، وخاصة الأستاذ سعيد بوزيدي والأستاذ عبد القادر بوراس والأستاذ سعاد زبيطة حول تاريخ شرفاء البشتيين بالقريطرة. أخيرا أتوجه بالشكر الجزيل إلى أفراد عائلتي وأهلي الحاضر من البشتيين وغيرهم على قبولهم هذه الدعوة وحضورهم معنا في هذا اللقاء. كي جاء الدري هذا؟ منين مشى؟ شنو كيجي؟ ظهر إلا ما دارش الجامعة هذا البحث هذا، شكون بغيتو دير؟ شكون هو بغيتو دير؟ كان سؤال فيه نقاش داخل الجامعة، شكون هو بغيتو دير؟ فكان مطلوب منا بعد اولا نعرفوا الساكنه اللي دخلت القنيطرة ولا اللي جات القنيطرة ولا الساكنه الاولى ديال القنيطرة. النواه الاولى النواه الاولى في جلسات علميه مع جغرافيين مع مؤرخين مع ديموغرافيين حول يعني واش عندنا المعطيات اللي كتخلينا بعد على الاقل نقولوا هذا ولد القنيطرة وانا ماشي ولد القنيطرة، شنو هو المعيار؟ الابحاث كلها كانت كتوقف عند واحد النقطه اساسيه، فين هو الجدر ديال هاد السكان؟ يا ناس الناس الجدر فين هو؟ واش فواسا جاو في 1911، اليهود حتى هما جاو في 1911، الاوروبيين 1912، ايوا من 12 حتى 56 المغرب كله دفق هنا، المغرب كله ما كاينش شي يعني اللي ما جاش مشي بلاصه. يعني الساروت اللي خلينا نهتموا به هو الساكن ديال المغرب. كيبان بانه راه الا فهمنا هاد الارضيه ديال هاد الساكنه يمكن لينا نتصالحوا مع عدواتنا، هذا هو الغرض، نتصالحوا مع عدواتنا، لان حنا التاريخ ما كنكتبوش ما كنقراوش باش ندابزوا مع الاخر، باش نقول له انا قبل منك ولا انت قبل مني، هذه افكار متجاوزه، ولكن باش نتصالح مع نفسي ونقبلك انت من الشاويه جيتي، والله اعلم الا جيتنا وياك في نفس الوقت باقي كتقول لي انا انت ماشي قنيطري وانا هو اللي قنيطري، باقي انا وياك باقي عندنا نقاش، التاريخ كيخلينا اننا كنصالحوا مع عدواتنا. انت جدك جا هو الاول ولكن انا بوات انا جيت انا وعندي دابا ولادي قنيطرين تقول لي انا ماشي قنيطرين صعب عليك. وهذه فرصه يمكن بدايه لشق طريق البحث في التاريخ من خلال هذا العمل اللي قمت به اللي هو ذاكره الشرفاء البشتيين في المدينه القنيطره، واللي هو كيغوص التاريخ الاجتماعي وتاريخ النخب في جهه الغرب بصفه عامه في مدينه القنيطره بصفه خاصه. وكنتمنى تخدم اكثر في هذا المجال، لان هذا الشرف هذه المنطقه وهذه القيمه والبركه اللي كان كيمتازوا بها الشرفاء البشتيين هي اللي عطاتهم هذا التقدير وهذا التواصل اللي كان قبل الاستعمار وخلال الاستعمار وحتى بعد الاستقلال. البدايه أتوجه بالشكر الجزيل إلى صديقي وأخي العزيز الدكتور سي سعيد البوزيدي بهذا الشريف وبهذه الكلمة الرقيقة، وأنه السبب في إدخالنا إلى رحاب الجامعة، إدخالنا جميعا، وهذا شرف ما بعده شرف. وسأقول ما قاله اللي سبقوا لي الإخوان عن سي عبد القادر البوشتي، وانا منذ ان تعرفت عليه وهو يحمل هذا الهم. عرفوش ما قبلوش ولا، لكن هذا البحث ديالك
ملي يكون يزيد مرتهم ماشي غير واحد اللي غادي يكون في الرفوف الجامعه تقدر دير اضافه ليه واخا ما تكون في الامتحان ديالك راك دابا دايز ولكن واخا اللي قلتي راه ماشي. انا في البدايه دخلت عند الاستاذ اول سؤال سولني هو ما عرسكنا انا حيت ولد جرد القاضي عرسد القاضي قال لي كتعرف على القاضي ولا شحال ما قال لي راه ما كنعرفش حنا ما تنعرفوا الصراحه هذا الجينيراسيون ديالنا وهي باش سولني القاضي لقينا راه وهذاك القاضي عنده علاقه بشرفاء البوشيين داك الشيء علاش كان هو موضوع البحث هو شرفاء البوشيين هي المصادر التي تشوف في الشبكه العنكبوتيه قليله الساعه انت بمصادر كاين سي نذكرو بالخير تعامل معايا وعاونني وشحال من حاجه هو السي الحاج عبد القادر البوشي ما نساش استاذ عبد القادر بوراس حيت فادوني بمصادر مستحيل تقد تلقاها في الانترنيت في لي ريزو سوسيو ولا في شي حاجه مستحيل تلقاها يعني خاصك روايات شفهيه من عند ناس عاشوا هادشي دابا الاستاذ اللي اثرني هو سعيد المزيدي واحد الاستاذ راه الكليه كامله كتشهد ليه استاذ قادر كيعرف يتعامل مع الشباب كيعرف يفهم النفسيه ديالك كيعرف يتفاعل معاك كيعرف كيفاش ياثرك في البحث ويوجهك ومن هنا كنقدم ليه كلمه الشكر حيت هو السبب ديال باش هاد البحث غيكمل هكا الرساله ديال البوشيين راه بلا ما نقولها انا ربينا بان قنيطره ماشي ولدت الاستعمار قنيطره راه كانوا ساكنين واحد الناس قبل من الاستعمار بنقدر نقولوا حتى 300 سنه ومنهم الشرفاء البوشيين هما شرفاء وراه كلشي كيشهد لهم بالطيبوبه ديالهم وبالنسب الشريف واخلاق وعائله دوزت في المقاومه في شحال من حاجه ولاله زهره بوشيه راه اكبر مثال على هذا الشيء اللي كنقول. هذا كان مجهود جبار وهذه سنين وانا تنخدم على هذا الموضوع ولا سيما بانه بوشتين هو من سكان اوائل القنيطره على حسب الدائر ديال سلاطين ديال العلويين من ولايه 70135 هجريه الا الظاهر 1336 ديال مولاي يوسف محمد الخامس شركاء البوشتيين كان عندهم السمعه الطيبه ولا زال بانه ابناء ديالهم ديما كيشعروا بانه من الناس اللي خلى واحد البصمات جدودهم واحد البصمات كبيره في قنيطره وهذا الشيء اللي تزيد اكد هما هذاك الظهائر ديال الاحترام والوقار اللي عطاهم سلاطين كلهم ديال العلويين وهذا البحث احنا عملناه باش نبينوا بانه قنيطره راه كان فيها سكان قدام ما كانش قنيطره اللي كان بغى يعمل لها التاريخ من 1912 ليوطي لا قنيطره كانت فيها شرفاء البوشتيين وفيها قبائل وكل شيء ولكن اللي عطى التاريخ الحقيقي لان قنيطره قديمه هو هذوك الظهائر ديال السلاطين اللي بينوا بانهم قبل من 1135 ايضا كانوا بوشتيين ايضا هنا راه اكثر من 300 سنه هما موجودين هذا البحث حنا عملناه باش يدخل للجامعه بن طفيل باش يتفتح واحد الباب ديال البحث والدراسات لانه البلاد اللي ما عندهاش التاريخ ديالها راه بحال ما كان والو التاريخ البلاد تعمل واحد الدور كبير اولا هادشي كل حين تنعملوه لاولادنا باش عرفوا بانه راه قنيطره مدينه كانت قديمه وفيها ناس اللي ناضلوا والناس اللي كانوا ديما تحاربوا الاستعمار اولا اللي استفدنا من هذا البحث هو ان الاساتذه كلهم مشكورين كالسي البوزيدي والسي عبد القادر بوراس والسي والاستاذه سعاد زبيطه عملت واحد المجهود كبير لانه لولا هاد الاساتذه ما كناش نكونوا في هاد الكليه الان اللي تنتمناه هو باش هاد البحث يزيد يتطور ويزيد يعطي باش الطلبه ان شاء الله في المستقبل يكون كمرجع لهم
وانا كنتمنى ان شاء الله بحول الله وقوته باش هاد الطالب السي بوعمود انس باش ان شاء الله يزيد البحث ديالو على هاد الشرفه البوستين، لانه كاين وثائق اللي باقي ان شاء الله غندلو بها اللي تزيد تركز تاريخ دار القنيطره.